ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. بالظروف يلي مروا فيها السوريين، ابتكروا حلول اقتصادية من ولا شيء، واستفادوا من مساحات موجودة حواليهم وبيوتهم لتأمن لهم مورد اقتصادي. بهاي الحلقة رح خبركن كيف ممكن نستفيد من سطح البيت بشغل مشاريع صغيرة بناء على تجارب سورية. أول مشروع ممكن نعمله على سطح البيت واللي كتير من السوريين عملوه خاصة بالمناطق المحاصرة هو زراعة السطح، وتعتبر زراعة أسطح المنازل من الأفكار والطرق الجديدة لزيادة دخل العيلة، وخاصة لما ما بيكون متوفر مكان تاني. وإذا كان الشخص ذكي باختياره للمواد اللي بده يزرعها وفكر بزراعة بعض المحاصيل المطلوبة بالسوق مثل الليمون والبندورة والعنب والبطاطا والملوخية والفلفل، واعتنى فيهم بطريقة مزبوطة بتضمن عدم تلفهم أو تعاكلهم بسبب الحشرات أو العصافير. طيب، ليش ممكن نزرع سطح البيت؟ أو بطريقة تانية، شو ميزات زراعة سطح البيت؟ بالإضافة لأنها ممكن تكون مصدر ربح جانبي أو حتى أساسي في حال المحصول كان ظريف ومحرز، هي ممكن بالدرجة الأولى تكون مصدر اكتفاء ذاتي للخضار أو للأساسيات حتى لو لفترة معينة. وهي الطريقة ما بتتطلب نفقات ومصاريف كتير، لأنه بقايا الأكل نفسه ممكن تتعالج وتكون سماد. بالحقيقة كتير من السوريين أنتجوا سماد مزروعاتهم بإيدهم من بقايا الأكل ومن مخلفات تانية، وبنفس الوقت زراعة الأسطح بتساهم بالحفاظ على نسبة الأكسجين بالجو، خاصة مع كل التلوث يلي عشناه وعم نعيشه. وكمان شي مهم جدا بالصيف إنه زرع الأسطح بقلل نسبة دخول أشعة الشمس للبيت، وبالتالي بيساعد على إنه يضل البيت بارد، وهي ميزة مهمة مع قطع الكهرباء. هذا أول مشروع ممكن نستفاد منه على سطح البيت، وهو مشروع مهم وانتشر بين السوريين، بس مو هو الوحيد. في كتير من السوريين عملوا على سطوح البيت ورشات صغيرة مثل ورشات خياطة وحدادة. فإذا كنتوا بتعرفوا مهنة وبتتقنوها، فيكن تجهزوا سطح البيت بالمعدات والأدوات اللي بتلزم وتشتغلوا فيها. هلأ ممكن البعض يقول إنه المعدات ممكن تكون تقيلة على السطح، بهي الحالة جيبوا المعدات الخفيفة واشتغلوا على قدها. شو ميزة إنه تعملوا سطح البيت ورشة؟ أول شيء إنه بتأمن مصدر دخل، وتاني شيء إذا كانت الظروف صعبة بالشارع ومالها آمنة، أو إذا كان عندكم ظرف صحي أو اجتماعي بيفرض عليكم تضلوا بالبيت، ما بتضطروا تروحوا وتجوا لتأمنوا لقمة عيشكم. وتالت شيء، ممارسة هاي المهن بتسد حاجة المجتمع اللي حواليكم وبتخفف معاناته. كمان إذا كنتوا بتمارسوا مهنة التدريس مثلا، فيكن تعملوا سطح البيت صف مدرسي وتعلموا فيه مادة أو مهنة، وهذا الشغل ممكن يكون تطوعي أو ممكن يكون مأجور، وبالحالتين هو بيسد حاجة أساسية بالمجتمع اللي حواليكم. بس هيك؟ لا، مو بس هيك، في أفكار كتير لمشاريع صغيرة ممكن تنفذوها على سطح البيت، بس تحتاج شوية بحث وتفكير والمعدات الضرورية. ولا تنسوا أنه طول ما الإنسان في نفس ما بتنعدم الحلول. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.